السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: أكاديميون وناشطون يوقدون الشموع في مكان اغتيال الكاتب علاء مجذوب الذي اغتالته جهات مسلحة. في العنوان الثاني: مظاهرات في خور الزبير للمطالبة بتوفير فرص العمل والمتظاهرون يقطعون الطرق. ولدينا أيضا ضمن عناويننا: مظاهرات للخريجين الأوائل للمطالبة بالحصول على فرص عمل وفتح باب التعيينات. ولدينا أيضا ضمن العناوين: دائرة تقاعد البصرة ما بين خلوها من الموظفين وما بين إذلال وإهانة للمراجعين. أهلا بكم. من موقع الاغتيال في كربلاء، رفاق علاء مجذوب يوقدون الشموع ويعبرون عن سخطهم وإدانتهم لجريمة الاغتيال. دعونا نشاهد. يوم إيقاد الشموع على روح الطاهرة، طبعا ما أقدر أكمل، راح أخلي أصدقاء المرحوم هم اللي يكملون. دكتور، كلمة الحرة حية أبدا لا تموت. دكتور حميد، هذه الشموع دلالة حياة وليس دلالة موت. هذه حروف دكتور علاء مجذوب تنتقد اليوم، تتوهج. دكتور لن يموت دكتور علاء مجذوب، ما دام هناك أكو ناس يحيون هاي الفاجعة. طبعا هنا كلهم أصدقاء دكتور، كلهم تكسر. هذه الشموع هو يعني دليل وأثر كبير على بقاء الحياة واستمرارها وبقاء المنجز الإبداعي للراحل علاء مجذوب، وهو ارتقى وقاتلوه سقطوا. هذا هو الفرق بين الارتقاء والسقوط. دكتور علاء مجذوب سيبقى حاضرا في قلب كل عراق الشريف وصوته سيبقى عاليا. طبعا هاي الكلمات اللي استمعتوها اللي قالها الدكتور علاء، واللي راح اخذ اكبر عدد الاصدقاء الدكتور اللي اليوم يعني يشعلون الشموع على روحه. تفضل. اليوم الادباء يقولون كلمتهم الحره، يوقدون الشموع على روح الى روح الدكتور والروائي الكاتب الباحث الأكاديمي علاء مجذوب. يقول الجميع الآن بأن علاء مجذوب موجود، وأن القتلة وأن المجرمين أرادوا أن يقتلوا الكلمة الحرة، أرادوا أن يقولوا أن العراق خال من الإنسان الحر، أن العراق خال من الحرية. نحن نقول أن العراق موجود بأهله بشرفائه بأهل الحرية بأهل الكلمة الحرة، نعم لحياة أفضل، ونعم لروح علاء مجذوب التي هي الآن بيننا، ونعم لدمه الذي انجف. نشطوا المسيب شمالية بابل ينظمون وقفة احتجاجية استنكارا لمقتل الروائي والأكاديمي علاء مجذوب. دعونا نشاهد. دكتور مثقف روائي يكتب ينتقد قلمه، هو موجه قلمه وجهه امامه شنو؟ البندقيه. قتلوه رجل كان كلمه الحرب قلم يكتب يحكي يسولف، ناس جهله الله ما تخافهم، ضمير ماكو. اللي قتله اكيد خسر له ورقه ورقتين. هاي فلوس حرام، من حرام الحرام. يحاولون يسدون افواه الناس بانه كلمه الحق بعد ما تنقال، بس هيات قتلون اربعه قتلون خمسه، اكو شباب اكو عالم ما تطلع. نفضحهم ان شاء الله، نفضحهم كلهم. سيوم وقفتنا احتجاجيه على استنكار على المقتل الناشط المدني البطل، انا اعتبره هذا بطل لانه هو لان فضح الفساد كشفهم، يعني عراهم عن حقيقتهم. لان شنو سواه؟ شنو الجراله؟ هو كتب كلمه حق. هم اذا هيك ضايجين خليه يطلع ولزق. كافي، مدمرتون البلد، نهبتوه. لا بنيه تحتيه ماكو، مجاري ماكو، مدارس ماكو، تعيين ماكو. الفساد يمكم، الفلوس يمكم، السرقات يمكم، قوات مسلحه وناس عندها سيارات، ناس عندها جيوش، وناس عندها
قصور والدوله كلها مقسمه بيناتكم، شنو واحد منا حطوه هنا، شالوا واحد منا حطوه هنا، يقول لك عندهم لعبه الشطرنج، واي واحد يحكي عليهم يطلع عنهم خارج ويحطوه ويقتلوه، وين وصلتونا هذا بس؟ كفى المهزلة مو عيب ودمرتونا. ننتقل الى موضوع اخر. تظاهر في خور الزبير بمحافظه البصره للمطالبه بتوفير فرص عمل، والمتظاهرون قاموا باغلاق الطرق الرئيسه بالاطارات المشتعله. دعونا نشاهد. نبقى في خور الزبير، حيث تحدث متظاهر من المنطقة عن مطالبات أهالي الخور وتحدث عن التصعيد حتى تحقيق هذه المطالب. دعونا نستمع. شباب خور الزبير ومشايخ خور الزبير ووجهاء خور الزبير للمطالبة بحقوق خور الزبير وإقرارها ناحية ودم قطع الطريق على موظفين الأشملة والموانئ والاتصال مفتوح إلى يوم غد، وسيتم قطع الطريق على الميناء وسنبدأ عمل الموانئ وسنبدأ تصدير النفط من ميناء خور الزبير إلى أن يتم تحقيق مطالب خور الزبير وتشغيل شباب جميع خور الزبير. دعونا ننتقل إلى مظاهرات من نوع آخر. هذه المرة تظاهر لعشرات من الخريجين الأوائل أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتنفيذ قانون تشغيلهم، حيث قال وسام عبد الأمير محمد وهو رئيس رابطة الخريجين الثلاثة الأوائل على الأقسام إن العشرات من الخريجين الأوائل خرجوا بتظاهرات في ساحة الحرية مقابل بوابة مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأن هذه المظاهرة السادسة للخريجين الأوائل على الأقسام للمطالبة بتنفيذ قانون 67 والذي ينص على تشغيل الثلاثة الأوائل على الأقسام والمعطل لثلاث سنوات متتالية. يوم الاثنين 4 شباط من عام 2019 تجمع مجموعة من الطلبة الثلاث الأوائل على المعاهد والكليات الثلاث الأوائل على الأقسام للمطالبة بحقوقهم بالتعيين والتشغيل، حيث شرع مجلس النواب العراقي قانون 67 الذي ينص على تشغيل و توظيف الطلبة الثلاث الأوائل على المعاهد والكليات. اليوم وقفتهم احتجاجية أمام أحد بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة في حقوقهم والتنديد، حيث عانت ما عانت هذه الشريحة المهمة من تسويف ومن إقصاء وتهميش من قبل الجهات المختصة. نبقى في هذا الإطار. الخريجون الأوائل من جميع محافظات العراق قاموا بمناشدة بتطبيق قرار تعيينهم وتفعيل القانون الذي ظل حبرا على ورق. شلونكم شباب؟ شلون أحوالكم؟ بالنسبة كلامنا هذا للإعلام أي إن كان من القنوات الموجودة في داخل الجمهورية العراقية، نحن الخريجين الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية من الجامعات الحكومية في العراق، نطالب مطالبة بقت لمدة 3 سنوات على إرشيف الدولة دون تطبيق دون تنفيذ. لا نعلم من المؤخر، لا نعلم من المقدم، لا نعلم ماذا يجري في الداخل من بيروقراطيات فاسدة، ولكن نقول لهم كما تشير هذه اللافتة إلى أن سبب الفساد العارضه الكفوء الأول ليس كالضغط الذي يضغطه المواطن العادي. أقل واحد بمشروع الآن من هندسة وغيره وغيره وفيزياء وطب مؤداء يمكن أن يستثمر في دولة أخرى. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر. لغاية الساعة 9 صباحا لم يتواجد أي موظف في دائرة تقاعد البصرة، رغم الشكوى لم يتخذ المدير أي خطوة. دعونا نشاهد.
هاي بدارة التقاعد الساعة بالتسعة إلا عشرة ولا واحد بعدهم داوم اليوم لا ما شاركهم الفيسبوك ولا واحد مداوم الساعة بالتسعة وما حد مداوم وهاي الوادة مظالة بالضيط هاي بالتقاعد الساعة بالتسعة هسه واليوم خميس شوفوا هاي الوادة مظالة بالضيط يا مدير يا مسؤول علي ابو عمي شو سالفه ولا واحد صلوات على محمد وال محمد بالدار التقاعد اذا ما شاركم اليوم ما طلعتني ابو ياهر شوف يا عمي كل ناس كبار يا مسؤول علي ولا واحد يحاكينا ولا واحد يحاكينا ولا واحد يهتم بالناس نبقى في هذا الإطار في محافظة البصرة هناك معاناة إنسانية كبيرة حقيقة لمن يذهب إلى دوائر التقاعد في المحافظة بالنسبة للمعاقين جسديا والذين لا يستطيعون الحركة لا نجد أي أدوات مساعدة تقدم من قبل هذه الدوائر الحكومية بالنسبة للعاجزين عن الحركة دعونا نشاهد الله يساعدك مشكور احكينا على التقاعد ما شو معاناتكم والله هاي المعوقين المفروض يدخلون سيارات للمعوق يعني يدخل ما خلونا يدخل سيارته هنا ثانيا كراسي يحضرون للمعوق يعني كل دوائر الدولة عندهم كراسي ليش هنا ما عندهم كراسي المعوقين الا يجيبوا اياه كراسي ماكو ماكو بالمعامل مستشار قاعد تمشي فيه نعم شايلو قاعد تمشي فيه طبعا يعني وماكو بالقوه هسه يوم بروح من هناك رحم الله هاي المعاناة الحقيقية بدار التقاعد البصرة إذا أردت تعرف أنت بشر إنسان لو غير شيء تجي دائرة التقاعد البصرة شيء غريب يعني قمة الذلة وقمة الإهانة وقمة العبودية بدائرة التقاعد ليش؟ ما أعرف أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم نوري المالكي قام بمهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين وقام بالتحريض عليهم هذا الهجوم جاء بعد هجوم متكرر لثلاث جمع على التوالي من قبل ممثلي مرجعية النجف عبد المهدي الكربلائي دعونا نشاهد نتعاهد جميعا على حماية العراق على حماية مجتمعنا من التغريب ومن التخريف والخرافة ومن التضليل عبر المواقع الاجتماعية التواصل الاجتماعي هذا الذي بدأ ينخر في المجتمع العراقي بدل ما يكون تواصل اجتماعي نحو الخير صار تواصل نحو الشر ونحو إثارة الفتنة وهذا السباب اليومي والاتهامات والكذب والتزوير هذا ترعاه هذه المحطات وهذه التشكيلات التي أنا لا أعرفها جيداً الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي خلفها مخابرات دولية وفي مقدمة من يثير أزمات على منصات أو على مواقع دعونا نشاهد التعليقات التي وردت على هذا المقطع في موقع فيسبوك ستار يقول هذه أيقونة جديدة للتمسك بالأحزاب اللا دينية والشخصيات اللا سياسية في تعليق آخر زايد يقول هسه أنت فضلك على الناس شنو غير الخراب والدمار والسرقات وفي تعليق آخر شجرة الدور تقول لا عيني ما تحتاجون تشهير أنتوا أشهر من نار على علم بالفساد وطيحان الحظ ولدينا أيضا أحمد جمعة يقول نحمد الله إننا نمتلك الإعلام الإلكتروني لكي نشهركم يا لصوص وفي التعليقات أيضا سارة تقول والله العظيم أنتم الشر بكل أشكاله يا نور الخائن العميل وفي آخر التعليقات لدينا عواد يقول يتناغم مع عبد المهدي الكربلائي هكذا إذا تفاعل الناشطون أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا موقع فيسبوك على هذا المقطع الذي يستغربون فيه طريقة تعامل نوري المالكي مع كافة الأمور التي تعارض السياسات أو وجود هذه الشخصيات في العراق نراكم بعد قليل
الوسم بعنوان أريد من الحكومة، هذا ما وردنا بفقرة الهاشتاج. دعونا نشاهد على موقع تويتر ماذا غرد المتفاعلون. رفاه تقول: أن تضمن لي الحد الأدنى من حقوقي كمواطنة والحد الأقصى من الحقوق كإنسان. وفي التغريدة الأخرى سلام يقول: أريد حقي كمواطن عراقي، حالي من حال أي مواطن في أسوأ ديكتاتورية في العالم. وضمن التغريدات أيضا رهف تقول: إذا ما قدرت تتوفر لي تعيين تشوف لي لجوء لدولة محترمة وتعطي حصة النفط للدولة راح تجنسني عدها. وفي آخر التغريدات لدينا ريم تقول: تكفينا شرها. إذن هذا ما تفاعل به الناشطون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. نراكم بعد قليل. بفقرة بعد الهاشتاج في أول مقطع لدينا: 12% من العراقيين يسكنون العشوائيات، إحصائية جديدة. دعونا نشاهد. دائما ما يطرح هذا السؤال: كيف يمكن لبلد أن يحتوي على هذه الثروات وهذه الإمكانيات والقدرات المادية الكبيرة والضخمة جدا أن يوجد فيه هذه النسبة أو توجد فيه هذه النسبة الكبيرة من ساكنيه على العشوائيات وهذه المنازل المخالفة والموضوعة بشكل غير قانوني، وهؤلاء الناس الذين ينامون في العراء ويأكلون من النفايات، يبحثون عن طعامهم بهذه المزابل وغيرها من هذه الأوجه أو الأشكال الغريبة التي نرى فيها هذا البلد في حالة تراجع وتخلف مستمرين. هذا هو لسان حال كل مواطن عراقي ينظر إلى قضية بلده وينظر إلى الاقتصاد الذي يهدر هنا وهناك وينهب من هنا ومن هناك. دعونا نشاهد الآن مشاهدينا الكرام ملف النازحين في العراق الذي لا يزال مغلقا حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا الكرام، طبعا هذه مشكلة ملف النازحين
مع كل الأزمات التي مرت على العراق الآن والحروب والعمليات العسكرية والتدمير، وحتى بعد أن تحدث حيدر العبادي سابقا عن الانتصار وعن التحرير كذلك، لم نرى هذا الملف يفتح ليناقش وضع النازحين والمهاجرين من ديارهم في المخيمات الذين ينامون الآن في العراء بمخيمات بعيدة كل البعد عن أن تتوفر بها أي مقومات الحياة الأساسية التي يحتاجها أي مواطن. ننتقل إلى مقطع آخر في العراق أيضا، اليوم العالمي للسرطان، لكن دعونا نشاهد هذا المرض كيف يهدد حياة العراقيين. مشاهدينا الكرام، في الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.